مرحبا واش راكم جيتك راكم ملاح سمحوا لي على اللي طولت عليكم كان عندي شويه ظروف هما اللي خلوني من قد ما قدرتش نفيلم لكم لي فيديو اليوم راح نبارطاجي معكم لا ريسيت تاع لي روس هنايا كيما انا حندير كونتيتي صغيره هنا راني عندي 250 غرام 250 غرام تاع المارغرين 250 غرام ترفدوا النص تاع هاد البواطه هكذايا هنا راني وزنتها بالميزان جات 250 و 125 غرام تاع سكر غلاس 125 غرام 125 غرام جاني هاد الكاس معمر هكذايا هكذا تاع سكر غلاس رايح ندير لهم 3 مغارف هكذا كنت مغارف تاع الكاكاو وحدة هذا أنا غبلت هو زوج وثلاثة هكذايا تاع الكاكاو ونديرو شوية تاع لافاني لافاني هذه تاع الغبرة ولا الليكيد كيما اللي عندكم ديروها شي مشروب هذه هكذا مغرف تاع لافاني بودرة ولا ليكيد وهنايا واش راح نزيدولو نورمالمون تزيدولو كاوكاو يكون محمص مطحون انا هنايا راح ندير لهم في بلاصة الكاوكاو راح ندير لوز محمر مطحون محمص ومطحون نعمر هاد الكاس كيما درتي سكر غلاس ديري اللوز تاعك هنا نديرو شويه كيما نقولو 125 غرام تاع كاوكاو ولا اللوز ولا اللي عندكم انا هنايا عندي شويه لوز راني درتو باللوز لا عند كاوكاو تاني يجو هايلين كاوكاو سورتو الى حمصتو هذاك الكاوكاو بيان يجوكم هايلين نقلا هادو دوك هادو راح نخلطهم بيان بيدي ويلا ما بغيتوش بيدكم ديروهم بالباتور بهذاك اللي يدور ولا عندكم بيتخان ديروه بالفوي هذاك وهنايا نسحق حبه بيض كومبلي وهذه نديلها النص تاعها ما تدوش الصفر وحده بس كي يجيكم يتفتت تدو البيض والصفر دي وحدة ونص تاع البيض هذه الزوجة غادي نخلطها شوية هكا بالفرشيطة وندير النص تاعها ونسحق شوية خمارة مع بعد نلموها بالفرينة دوك هنا راح نخلط كاع هاد المكونات قبل ما نزيد لها البيض تاعي نخلط قبل هادو هنايا دهان سكر غلاس كاكاو والكاوكاو تاعنا انا هنا درت اللوز نتوما ديرو بالكاوكاو يجي ثاني يجو بنان بزاف الكاكاو سورتو ملي يكون قلت لكم محمص يجو هايل و سينون السيو كيفاش هاد السكر غلاس تحلو بيان بيديكم هكذايا تحلو بيان ما تخرجش ديك الكريمو ديك عفوا كملو كاع هكذايا وختاروا تاني الكاكاو المارون هذا اللي يجي مارون اختاروا شديك الكحل هي دو بريفيرونس شويه تاع الميزان باش تعرف كيفاش داير الخيمة تاع البواطا يجي مبلح ما تعرفيش كيفاش داير الداخل هنايا نورمالمون سي بون هكذايا هاد الحبه كومبلي والزوجه كيما قلت لكم رايحه نديرها هنايا نضربها شويه كي نضربها رايحه ندير النص تاعها ماشي وحده كومبلي ندير النص تاعها نخلط الصفر والابيض بيان بيان وندير النص تاعها هنا زوجتي يدي درت كتر من النص مي معليش هنا راح نخلط من بعد نزيد الفرينة ونلم العجينة تاعي عادي هنا نخلط
هاد الحبة تاع القيف نص حبة. هنا هنا يدي زايدت شوية زجت لي هاديك كتر من نص مي معليش ماشي مشكل. هنايا دوكا هنايا رايحة ندير لافارين تاعي. هنا مدت لها شوية لافارين رايحة نزيد لها شوف شحال من الخمارة تاع الكاطو غير نص مغرف تاع تاع القهوة ماشي بزاف. دوكا أنا رايحة نبدا نلمها نلموها برك هنايا ندير لافارين تاعي كيما قلتلكم حتى نلم لاباط تاعي ما تجيني قاصحة بزاف وما تجيني جارية. معيكم نميزاكم باش كنت كاين فالينا اللي تشرب وكاين فالينا اللي ما تشربش كل فرق. وانا حبابي شوفوا بعد ما تلمت لي لافات هيا لفو القاوم هنا هدايا بدات لي في 250 غرام تاع تاع دهان بدات لي اونفيرون 450 هكا تاع فالينا 450 غرام تاع فالينا ما سا ديبون تقدر لكم حتى 500 غرام. وهنايا راح نوجد لا كريم اللي راح نعمر كشغل نطلي بي نديرها نديرها في الوسط بين حبه وحبه تاع لي غوست تاعنا. هنايا راني درت هذوك 250 غرام تاع الدهان اللي بقاو لي هاي لا بواطا هنايا فرغتها رايحه ندير عليها شويه تاع لافاني. هنا لازم الباتور نخلطو بين هاد السكر غلاس باش نديرو اون كريم او بيغ. ندير هنا شويه لافاني نكوها بلافاني ولا الحاجه اللي حبيتوها رايحه ندير عليها 3 مغارف كبار تاع الحليب غبره حليب بودره. علاش رايحه ندير معاها هاد 3 مغارف باش لا كريم تاعي ما تجينيش تقهر. راكم عارفين بلي لا كريم او بيغ هي علاه نقولها لا كريم او بيغ باسكو على باس سي دو بيغ سي دو سي لا مارغارين. وكاين الناس اللي ما تحملش هكداك تقول لك تقهمني. دوك حنا باش نكاسو هذيك هذاك الدهان هذاك باش ما نحسولهش نديو له 3 مغارف كبار تاع حليب بودره ونزيد له اونفيرون ثاني 2 مغارف هكذا حليب ليكيد هكذايا هكذا. ودوك ان شاء الله راح نزيد عليها سكر غلاس. سكر غلاس حسب الحاجه كاين اللي يحبوا كاين اللي يحبوا حلو وكاين اللي يحبوا كيما نقولوا نورمال كاين اللي ما يحبش الحلاوه بزاف. هنا راح ندير انايا ديريكتومون بالمغرف هي نورمالمون ديرو 125 غرام. وهنا يا حبايبي راهي تضربت لنا طيبنا لا كريم تاعنا خليتها انايا 10 دقائق هكذا هي تضرب. كما قلت لكم ديروا لها الحليب وديروا لها بودره تاع الحليب وخلوها حتى تولي لكم هكذا بيضه تولي لكم يتبدل كاع لا كولور تاعو. هو في الاول يكون شويه صفر هكا فونسي يولي كلير هكذا كي البيض يروح في البيج دا بيج كلير كريم كما نقولوا هكذا كريم كولور المهم هكذا كلير. دوك انا هذه واش راح ندير لها رايحه جبت بواطه راح نديرها في بواطه ونديرها ونبلع عليها ونخليها في الفريجيدير. ان شاء الله دوكا راح نخدم معكم لي روس. انا لي روس هنايا مازال ما خليت لاباط تاعي تريح كيما راكم تشوفوا مازال ما ديتهمش دوك ان شاء الله نديرهم معكم. انا نديرهم صغار ما نديرهمش لي روس كبار نديرهم بهذا الطابع هذايا هكذا صغيرين يجوني شابين متحوفين. دوك نتوما خيروا الطابع اللي يعجبكم. دوك ان شاء الله راح نخدم معكم لي روس وان شاء الله غدوه ولا في الليل ان شاء الله يكون عندي الوقت يطلبوا لي هذو يكونوا باردين راح نزلقوهم بهاد لا كريم في الوسط وندير لهم الشوكولا عاديين لي روس ستاندر وندير لهم في لي كوتي يا الكاكاو يا اللوز يا كيما بغيتوا حاجه اللي عجبتكم. قعدوا معايا تشوفوا الاسود ان شاء الله. وهنايا كيما راكم تشوفوا ايطالتها ما درتهاش بزاف رقيقه ما درتهاش بزاف تشينه البلاستيك هذايا راح يعاونكم بزاف كيفاش كيما تعرفوا لاباط مشيشه بزاف هكذا باش تنحوا الحبات تاعكم بكل سهوله. هنايا نفذ السنيوه تاعي انا راح نسيب التليفون كاع من بعد راح ندخلهم على درجه بحال الفوق ما يكونش مشعول بزاف وما يكونش ثاني دخلوهم في الوسط ما تشعلوش بزاف بالفوق 160 170 هكذا ما تزيدوش وعسوهم في الطياب خاطر فيهم كاكاو دونك تشوفوهم برك نشفو لكم عرفوا بلي طابو
راح نتلاقوا من بعد ان شاء الله، يعني راح نكمل كاع هاد لا كونتيتي راح نطيبهم ونتلاقوا من بعد ان شاء الله باش نزينوا الحلوه تاعنا. انا حبايبي كيما راكم تشوفوا بعد ما طابوا لي لي مستوي هذيك لا كونتيتي تاع 250 غرام تاع الدهن خرجت لي 47 حبه، بصح كيما راكم تشوفوا هنايا انا الحبات تاعي صغار درت دي مينيروس هكذايا قلت لكم صغار وريت لكم لو مول، وهنا كيما راكم تشوفوا هنا قعدت لي قالت لي شويه لا كريم او بور اللي تليت بها، وما تخافوش كي يديروا لها الحليب تقولوا بلي راح تجري لكم ولا او كونترير تشد روحها، شوفوا كيفاش القوام نتاعها تشد روحها، وهذه اللي تبقى لكم تقدروا ديروا بها كاطو واحد اخر كيما واش كيما الغريبيه راكم عارفين الغريبيه تطلعي الدهن والسكر غلاس، هنايا درت لها لا فاني سكر غلاس لها شويه حليب ما غاديش يضر لكم، زيدوا لها غير لا فارين والخميره ديروا بها غريبيه ولا كاطو واحد اخر الا تعرفوا غسيت واحده اخرى ماذا بكم تبارطاجوا هنا معنا حنا ثاني. وهنا يا حبايبي كما راكم تشوفوا اني وجدت الشوكولا شوكولا دادا شوكولا نوار ما درت لها والو غير ذوبتها او بان ماري هكذايا. وهنايا حبايبي هنايا كما راكم تشوفوا عندي دي زاموند ايفيلي، انا كوم درت لها الداخل اللوز بغيت نكملها باللوز ما بغيتش نديرها، بصح كاين تاني الكاوكاو ايفيلي تنجمو يدي الكاوكاو ينجم يشري، حمصتو هكذا شويه بعد ما نحمصو نديرو غير هكا بيديا نفتو غير هكا بيديا ما نديروش في الغبو باش يقعد لي هكذا شويه مفتت هكذايا نفتو كاع هكذا بيديا. وهنايا لي روس تاعي يعني كليتهم بلا كريم درت لهم من الداخل ومن برا، نفت حبه تاع الروس تاعي هكذايا وفوت لها كاع من بعد هنايا كيما راكم تشوفو كلاص زايد، ونرفد انا راني بديت هنا بالشوكولا نرفد شويه شوكولا ما تعمروش المغرف غير نص هكا مغرف، ولا درتو بيان سور حبه كبيره هي عينكم هي مزيان هكذا، نفرغ شويه شوكولا من فوق ونبدا نمشي الشوكولا تاعي حتى يتغطى لي كاع الوجه تاعها هكذا نزيد شويه ولا غير يجو بنان وشابين تاني في المنظر اللي يحبوا كاطو شوكولا باللوز يعطيها ديجا انا مازال ما ذقتوش بصح زعما الريحه ما نقولكمش وحده الريحه طالعه فيه زعما سا دون انفي دو غوتي دو مانجي هكذايا. شوفوا شوي هي لي روس فيهم شويه خدمه بصح كيما قلتلكم بنان هكذا. دوك انايا راح نكمل كاع هاد لا كونتيتي لي عندي ونوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم كادو معايا. هما لي ميني روس تاعي بعد ما نشوفوا لي الشوكولا هذيك من فوق خرجوا بنان، جيسبر تكون لا ريسيت عجبتكم وجيسبر تجربوها ونكون خفيفه على قلبكم، نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم على بروشين فيديو.